الكل بتذكر وانت بتتذكر. تصويت الجمهور 55. هشام غضبان 87 المجموع، وهاي هي أعلى نسبة معنا لليوم. مزبوط، 55% لهشام غضبان. مبروك يا هشام. كل المزرعة قصة عم تتبك. فأنا بفكر إنه هشام رح يستمر، إيش رأيك؟ هذا إشي مفهوم ضمناً. هشام مبروك الاستمرارية، من قصة منقول لك كل الاحترام. 87 مجموعة كثير منيح. برافو برافو برافو. لكان من المزرعة رح ننتقل كمان مرة لعكا، ومعانا يوسف حلوي. يوسف عم تحضرنا يا يوسف؟ مساء الخير يا يوسف كمان مرة. يوسف، لجنة التحكيم أعطتك زي ما منتذكر علامة 37 من 45، بس الجمهور يا يوسف، الجمهور يا يوسف أعطاك تنين والمجموعة 39. يعني عم نشوف النسب الجمهور إيمان بتتراوح. مزبوط. مرات الجمهور بيكون كريم كتير مع المشتركين، ومرات عشان هيك أنا بطلب من الجمهور إنه يصوت قد ما بيقدر، لأن المتسابقين عن جد بيستاهلوا أصواتكم، ولازم يبعثوا لهم رسائل SMS. وإحنا بنقول كمان للمشتركين من هون إنه أنتوا كمان شدوها، كثفوا، اطلبوا، اقنعوا، وإن شاء الله إنه بنشوفكم كلكم معنا لقدام. ومن يوسف حلوي رح نوصل يا إيمان لعلاء عكر. علاء، إذا متذكر لجنة التحكيم أعطتك علامة 36 من 45، الجمهور يا علاء من 55 قديش أعطاك؟ 20 من 55، والمجموع 56 من 100. حلو، نكمل يا فادي ومننتقل لحيفا مع ميشيل عليمي. ميشيل، كيفك يا ميشيل؟ ميشيل أعطته لجنة التحكيم المرة اللي فاتت 35 من 45، أما الجمهور فأعطى ميشيل 7.6 من 55 والمجموع 42.6. كمل يا ميشيل وشوفنا، وشوف إذا أنت رح تتأهل ولا لا. من ميشيل عليمي، بعدنا بحيفا والظاهر في عنا جولة طويلة بحيفا. إيمان، سهير زيناتي، نقول هلا سهير ولا نخد فاصل ولا شو بتفكري؟ لا أسي سهير عم تقول يلا يلا بحياتكو. نكون مناح يعني هالمرة، نكون مناح معك سهير. 34% 34 من 45 علامتك من لجنة التحكيم. الجمهور يا سهير أعطاكي نسبة 8 من 55 ومجموعك 42%. ومننتقل من حيفا ومنضلنا في حيفا مع ماريا رشيد. ماريا، ماريا حصلت من لجنة التحكيم بالمرة اللي فاتت على علامة من 45، أعطوك يا ماريا 37، بس الجمهور يا ماريا مش دايماً بيكون كريم، مرات بيكون كريم وأعطاك 13.3 والمجموع 50.3 يا ماريا. حلو، تعال نشوف الباقي. ومن حيفا رح نطلع على رامي، ومن الرامي رح نكون عند ماريا مرعب. منعرف إنكم كلكم متجمعين، كلكم عم تستنوا النتيجة في الرامي، ونشوف إذا الجمهور كان كريم مع ماريا. ماريا، 38 من 45 كانت علامتك من لجنة التحكيم. الجمهور 17.5 لماريا مرعب، ومجموعك 55.5. حلو حلو. وننتقل من الرامي للليد مع محمد مصراد. بعدنا شوي، بعدنا شوي. محمد، محمد على أعصابك بعرف. محمد أخذت من لجنة التحكيم المرة السابقة من 45-36، بس الجمهور يا محمد أعطاك 6 من 55 والمجموع 42 يا محمد. من الليد رح نوصل لنحف، وبنحف على أحر من الجمر عم بستنى عرفات سعيد. صح، عرفات، لجنة التحكيم من 45 منحتك 35، الجمهور قديش أعطى عرفات؟ 20 من 55 ومجموعك 55. شو رأيك؟ ما بعرف، مجموع منيح نيح. وكل عمليا يعني كل النتائج لحد اسا بتقولش اشي. صح، لانه بعدنا مش عارفين، ممكن يكون في تراوح، ممكن يكون ما حداش بيعرف. ومن نحيف مننتقل لدالية الكرمل مع مين؟
مع تيمور دكسي اللي إسا هو قاعد على نار يا فادي وبده يستنى النتيجة ويعرف. أنا بما أني يعني شفنا تيمور وحضرنا له كم شغلة لما كان يجي يعني بالمراحل والاجتماعات حابب أحقرصه. حابب تحقرصه؟ كتير. لأنه هو شوي تعال نخليه للآخر، شو رأيك؟ أو منخليك للآخر تيمور أو منأخذ فاصل. لا لا حرام. شو بدك؟ لا أنا بدي أعطي العلامة. لا بلا، لجنة التحكيم تيمور أعطتك 36 من 45. طب بس على تصويت الجمهور منأخذ فاصل. حرام عليك. الجمهور أعطاك 34 يا تيمور من 55 ومجموعك 70. إسا تيمور عم بينط، أنا متأكدة. كل الدالية عم بتنط. بس الخير لكل مشاهدينا بالدالية أكيد. حلو، مجموع جميل جدا تيمور، وإن شاء الله بنشوفك بالمرحلة الجاية. من تيمور ومن دلية الكرمل رح ننزل على مدينة السلام على القدس. من القدس محمد الطويل. محمد الطويل وكل أهل القدس قاعدين على نار كمان ليعرفوا مجموع محمد. لجنة التحكيم أعطت محمد 40 من 45. تصويت الجمهور 21 من 55 والمجموع 61 لمحمد الطويل من القدس. كل الاحترام. كتير كتير حلو. من بعد ما عرفنا النتائج والمجموع لكل مشترك، خلينا نشوف مين اللي انتقل للمرحلة التالية. أول واحد هشام غضبان من المزرعة بمجموع 87. تيمور دقصي من دلية الكرمل بمجموع 70. محمد الطويل من القدس 61. علاء عكر من عكا 56. ماريا مرعب من الرامي 55.5. عرفات سعيد من نحف بمجموع 55. سلامة سلمان من الغجر مجموع 54.6. ماجد أبو نجم من القدس بمجموع 52. وأخيراً مؤمن جابر من الطير بمجموع 51. فإذاً هدول هن الأشخاص اللي انتقلوا معنا للمرحلة الثالثة، وبهيك بيكونوا انضموا لل 18 مشترك اللي انتقلوا بالأسابيع الماضية لهالمرحلة. ألف ألف مبروك وحظ أوفر للي ما انتقل بالنهاية. هذا هو